ألقت السلطات الأمريكية الصديقة في لوس أنجلوس القبض على أمير سعودي بتهمة الاعتداء الجنسي على خادمة. وكان الأمير السعودي ماجد بن عبد العزيز آل سعود والبالغ من العمر 28 عاماً يقطن في بيفرلي هيل، حيث يسكن الأثرياء من الممثلين ورجال الأعمال. وقالت وكالة أنباء حق أن محامي الأمير السعودي دافع عن موكله بأنه كان يعتقد بأنه في المهلكة، حيث يجوز هناك الاعتداء إلى حد القتل. وحسب الشرطة الأمريكية فإن الأمير يحمل جواز خاص بالعائلة الملائكية المالكة، وأن الشرطة تنسق مع الخارجية الأمريكية لمعاملته بما يستحق. هذا وقد أثار اعتقال الأمير فرحاً في أوساط الأمتين العربية والإسلامية، خاصة بعد تضييع فرحة عيد الأضحى بمجزرة الحج. لكن أوساط موالية قالت بأن الخارجية السعودية قد جندت محامين بارعين للدفاع عن الأمير السعودي، وأنهم يتوقعون له أن يحدث ما حدث للأمير الشاذ الذي قتل صاحبه في لندن وخرج منها كالشعرة من العجين.